ولكن على حسابات تجريبيه احنا انشاناها بحيث الطالب ما يخاطرش في امواله الحقيقيه
في المستقبل بعد كده. طبعا احنا هدفنا من كده ان احنا نحقق ونخلق كوادر جديده في الاسواق الماليه من جيل شباب عندهم وعي وتجاري كامل، تمام؟ بحيث ان هم ما يتعرضوش للخطر اللي هو تعرضوا لها قبل كده من المستثمرين. طبعا احنا عندنا اهم شيء اللي هو اداره الاموال واداره المخاطر اللي هو المفروض يتعلمها الطالب، وفي نفس الوقت من خلالها يقدر يعني ايه يعني ما يجازفش الاموال او اموال غيره. يعني هو يقدر يزود من غير ما يجازف اموال بالظبط على عمليات حقيقيه، بس عمليات ما تتسجلش في البورصه. وبعدين نشوف كسب ولا خسر وايه الاخطاء اللي وقع فيها، بعد كده عشان يجي الخاطر بقى الامر الحقيقيه يكون خدت الربح. طيب دي على الاسهم الشبابيه فقط. احنا بنتكلم على اسواق ماليه، ما احنا بنتكلم على اسواق ماليه بجميع يعني بندخلهم الاوبشن. احنا بندخلهم عندنا دلوقتي البرامج الموجوده عندنا، عندنا برنامج التدريب الشامل للبورصه المصريه لهدف دعم البورصه المصريه. انا بتكلم في عندنا بورصه عملات عالميه، وفي عندنا بورصه الاسهم الامريكيه والاوبشن. تمام هو ده المتوفر عندنا حاليا، بالاضافه بقى لادوات الاستثمار اللي هي خاصه بالتحليل الفني او التحليل المالي. التحليل الفني طبعا بجميع انواعه، اذا كان تحليل فني كلاسيكي او موجي، والتحليل المالي والتحليل الاساسي والتحليل الاخباري والتحليل الاقتصادي والتحليل السيكولوجي برضه، ده هيكون في مقدمه ان شاء الله لحد ما نبدا نعمل دي يعني على مستوى مهاري جدا، تقدر بقى تاخد ندخل بيه بقى بتخصص جامد جدا في الاسواق الماليه ان شاء الله. لا بيبقى في طبعا هو بيتعرض عليهم، احنا طبعا هنا بننزل البورصه المصريه فاتحين لكل بورصه حساب حقيقي قدام الطالب يتم تداول عليه قدامه بس، لكن ما بيبقاش مع الطالب. يعني احنا مثلا فاتحين بورصه مصريه في القاع هو ب 100,000 جنيه، بحيث احنا قدام الطالب بننفذ عليه هو الايه؟ اللي هو الترددات الحقيقيه، بحيث الطالب يشوف المحفظه الحقيقيه شكلها ايه؟ بس هو بيشتغل على حسابات دي مؤكده، حسابات تجريبيه، بحيث يكون ايه في قدر من الاموال الوهميه ويقدر من خلالها يقدر يشتري ويبيع. بس ده برضه على سيستم نادي خبراء المال اللي هو النظام. يعني احنا بندخل طبعا عشان نادي خبراء المال الطالب بيدخل كمبتدئ وبيلجا لنادي خبراء المال حتى لو وصل للاحتراف. يعني نادي خبراء المال بتشمل جميع المستويات. ايوه بالظبط كده. بيدفع اشتراك في الاول؟ لا، بالنسبه لان هو في عاملين عده برامج. البرنامج الاولي اللي هو مقدم على الاسواق الماليه نظري، خلاص ده نظري بيتم في قاعه كبيره شويه في حدود 200 فرد علشان يتم اطلاعه على الاسواق الماليه ويعرف هو فين مكانه. كويس. بس ده مجاني. خلاص؟ بعد كده هو بقى من خلال القناه دي يعني بيجر رجله. لا هي مدتها اصل دي مدتها 4 ايام، مدتها 4 ايام فقط. ده مقدمه دور على الاسواق الماليه بنعرف عليه قاعه من القاعات الكبيره بتاعت المدرسه. وهي لسه بنتكلم معاها ان شاء الله. بعد كده هو بقى يبدا يتخصص. الطالب بعد ما يطلع من الدوره دي بيقدر يقول لنفسه انا عايز ايه؟ عايز بورصه مصريه؟ عايز اسهم امريكيه اوبشنز؟ ولا عايز بورصه عملات عالميه؟ بيختار منها اي بورصه من البورصات دي ومن خلالها يبدا ياخد البرنامج بتاعها بقى. البرنامج بتاعها بيبقى مدفوع للايكو طبعا. طبعا بتنسيق مع اداره الجامعه هنا هو. وبياخد من خلالها الشهاده المعتمده من نادي خبراء المال ومن جامعه عين شمس. بعد قد ايه ياخد الشهاده؟ ده بعد ما يعدي مرحله اجتياز الاختبار اللي هو الاختبار عن طريق اونلاين، بيبقى على موقع النادي بيبقى فيه اختبار اونلاين بيظهر له النتيجه اوتوماتيك على طول، مجرد ما يخلص امتحانه بيبدا ياخد بعد كده الشهاده بتاعته. مدتها حوالي شهر. ياخد اللي هو البرنامج واحد ياخد شهر. برنامج ممكن يكمل بعد ما بعد ما يخلص الاليه التداول اللي احنا عاملينها مقسمينها، ان هو بياخد في الاول آلية من آلية التداول اللي هو سوق من الأسواق. ما هو طب النهارده الطالب هو تايه فهو ما يعرفش هو عايز ياخد إيه، فبيختار بورصة مصرية أو بورصة عملات عالمية أو اللي هو أسهم أمريكية وأوبشن. بيختار سوق من الأسواق ديت، من خلالها يقدر يتوسع شوية. طبعا مجرد إنه بياخد آلية التداول ده خلاص بيبقى محتاج أداة من أدوات تحديد أو قرارات الاستثمار اللي هو التحليل الفني أو التحليل المالي. بياخد منها في ناس حالة شهادات ولا لا؟ احنا عاملين المعاملين منطقه في الاول خالص مع الجامعه هو في حوالي 2500 حته ثانيه غير احنا عاملين امتحان في قاعه ثانيه في جامعه حلوان.
المستوى. لا هو في هو المستوى من ناحيه بص احنا نعتبر اول قاعه على مستوى الوطن هو من ناحيه القاعه هو قاعنا الاكبر والاشمل والاداره الافضل حقيقه يعني متعاونين جدا ويعني مش عايز اقول لحضرتك يعني لاقصى مدى مستوى الطلبه مستوى الطلبه هنا افضل احنا اتعدينا حوالي 15 ملتقى عملنا ملتقات في جامعات مصر كلها حوالي 15 ملتقى ما بين الجامعات الحكوميه والجامعات الخاصه كان الملتقات دي عباره عن 4 ايام دورات تدريبيه كانوا طلبه ولا خريجين؟ ايه؟ طلبه ولا طلبه في نفس الوقت احنا بنرحب باي زائر من بره الجامعه برضه لان احنا عايزين نفيد الاكبر قطاع يعني احنا كعلاج تدريس لازم نستفيد من الموضوع ده احنا بقى شرط الطلبه يعني مثلا اعضاء التدريس فعلا نعملها ان احنا نبدا نعمل نماذج لاعضاء التدريس يعني المعيدين والمدرسين المساعدين هم في عندنا فرصه الاسبوعين دول لا ما اقدرش الاسبوعين دول ما فيش تدريس دكتور طب انا عايز اقول لحضرتك النماذج اللي احنا بنعملها حقيقيه ده احمد امين هو اللي يعتبر ماسك قاعات كده خبراء المال احمد امين من احدى النماذج الحقيقيه في نادي خبراء المال يعني تم انشاؤه من خلال نادي خبراء المال اتعلم على ايد نادي خبراء المال لحد ما وصل لدرجه الاحترافيه من خلال الملتقيات طبعا احنا كنا بنجمع ملتقيات يا دكتور في حدود 15 جامعه ملتقيات بتاخد 4 ايام بيتعلموا فيها اسواق ماليه اللي بيحاضر في الملتقيات ديت خبراء في الاسواق الماليه اكبر خبراء في الاسواق الماليه في مصر هوت هم اللي بيقدموا الدورات دي متطوعه دي جامعه القاهره وحلوان والجامعه الامريكيه والجامعه الالمانيه و احنا بنقوم بيها كلها تمام وجامعه عين شمس هنا مش متخرج لعين شمس ايه مش متخرج من مصر كلها من مصر كلها والحقيقه برضه كنا بنقدم الجوائز كان هدف الجوائز دي كان تم اختار الجوائز دي بعنايه بحيث ان الجوائز دي تساعد الطالب ان هو يكمل مسيره الاسواق الماليه يعني ما بين الجوائز دي كان ما بين حسابات حقيقيه في البورصه المصريه او تدريب في شركات اسواق ماليه او زياره البورصه المصريه ده تعرف الكلمه الاولانيه على فكره احنا اساسا ما تخش احنا اساسا ما تخش ليك عشان احنا اساسا ما تخش رئيس الرياضه ما تخش رئيس الرياضه يا باشا يا امين شكرا يا دكتور برضه عايز